بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال الحالات فلا زالت جهة الدار البيضاء سطات تأتي في المقدمة متبوعة بجهة مراكش أسفي، وهاد الجهات بجوج بوحدتهم كيسجلوا ما يفوق 50% من مجموع الحالات المسجلة إلى حد الآن. تأتي بعد ذلك جهة فاس مكناس، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم بعد ذلك جهة الرباط سلا القنيطرة.